روح الابتكار والتجديد والإبداع من أكثر الأشياء اللي أحبها في طبيعة عملي. كنت لما أحضر فعاليات أو مناسبات كنت دائما ألاحظ أن وجود الورد كمكون أساسي دائما يضيف روح جمالية وبهجة إلى المكان وإلى المناسبة. فهذا الشيء خلاني أني أبي أكون في هذا المجال وأني أكون جزء من هذا العمل أو من هذا التنظيم. لما تخرجت من الجامعة في 2012 من تخصص إدارة الأعمال، بديت أخذ دورات في الإدارة، في الموارد البشرية، في تنسيق الزهور، وهني فعلياً بديت أأسس وأشتغل وأضع خطط لتأسيس محل بلومينغز. فكرة أني أكون صاحبة محل ورد كانت تراودني من لما كنت على مقاعد الدراسة. تأسس مشروع بلومينغز للورد وللشوكولات فعلياً في إبريل 2018، وبدأت أطور في هذا المشروع إلى أن وصلت أو وصل المشروع إلى ما هو عليه الآن. يقدم خدمات بلومينغز إلى الأفراد والمؤسسات والشركات، خدمات تنسيقات الورد والشوكولات وأيضاً الهدايا والتوزيعات. من التحديات والصعوبات اللي واجهتني في تأسيس وبداية مشروع بلومينغز هو تكوين فريق عمل قوي ومنسجم ويخدم رؤية وأهداف بلومينغز. نصيحتي إلى المرأة بشكل عام وإلى رائدات الأعمال بشكل خاص، خاصة من فئة الشابات، هي أن دائما تسعى وتثابر للوصول إلى تحقيق أحلامها وطموحها، خاصة إذا كان هذا الشيء يعني لها الكثير من ناحية شغف أو من ناحية تحقيق الذات. بدأت شراكتنا مع امتياز فور هير بداية 2019 من خلال تقديم العروض والمشاركة في مناسباتهم وفعالياتهم، وكان هذا له دور كبير انه يعزز من قيمة بلومينغز ويظهر اسم بلومينغز للمجتمع وللناس.